النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. سعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد التي تؤثر على المملكة هذه الفترة. المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة هي درجات حرارة أقل من المعدل، ليالي مائلة للبرودة ورطبة، وأيضا عودة الارتفاع على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم المنخفضة في عموم المنطقة الشمالية الوسطى والجنوبية، كانت ناتجة عن اندفاع لهذه الكتلة الهوائية الرطبة من البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة. ومع انخفاض درجات الحرارة الليلة تشكلت هذه الغيوم المنخفضة والتي عملت بدورها على هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة جدا والمحلية الطابعة خلال ساعات الصباح. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وتوزيع الكتل الهوائية المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة. يلاحظ استمرار لسيطرة الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد يومي الثلاثاء والأربعاء، وبالتالي درجات الحرارة تبقى أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. طقس صيفي معتدل متوقع خلال ساعات النهار، ليلا يصبح الطقس مائل للبرودة إلى بارد نسبيا في العديد من المناطق، لكن اعتبارا من يوم الخميس تتراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية وبالتالي ترتفع درجات الحرارة مجددا لتعود لتصبح حول معدلات لمثل هذا الوقت من العام. يعود الطقس ليصبح صيفيا اعتياديا في عموم مناطق المملكة. أيضا ترتفع درجات الحرارة ليلا يصبح الطقس معتدلا بدلا من بارد نسبيا. نعود للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة بإذن الله، حيث يسود طقس بارد نسبيا إلى مائل للبرودة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مع تشكل الضباب الخفيف خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، 20 درجة مئوية فقط متوقعة في العاصمة عمان. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة بحول الله، يوم الثلاثاء 30 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 19 درجة مئوية. يوم الأربعاء 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20. ويوم الخميس ارتفاع على درجات الحرارة تعود لمعدلاتها 32 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 درجة. في نهاية نشرتنا نستعرض وإياكم هذا الفيديو، حيث انفجر صباح اليوم الاثنين بركان جبل سينابونج في إقليم سوماطرا الشمالية في إندونيسيا، متسببا في اندفاع سحابة ضخمة من الرماد والدخان وصل ارتفاعها إلى نحو 5000 متر، ولم ترد أي أنباء بشأن وقوع إصابات أو وفيات جراء ثوران هذا البركان. بهذا الفيديو ننهي نشرتنا، إلى اللقاء. أسكريس أسكريس.